لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. سكت ليه؟ كنت خايفة اسمعها قوي. مش قلتلك ما تخافيش طول ما انا معاكي؟ شريف، انا من يوم ما عرفتك وانت مسلفني عنيك، بس مش هتقدر تسلفني قلبك كمان. قصدك مش عارفة تحبيني زي ما بحبك؟ مش عارفة اجمد قلبي واقولك اني موافقة اتجوزك. خايفة اكون ما استاهلكيش، صح؟ خايفة انت ما تقدرش تستحملني اكتر من كده. وانا قلتلك اني ما حبيتش نفسي غير لما حبيتك. طيب ايه اللي يجبرك انك يجبرني على ايه؟ انا محدش اجبرني على حاجة، انا اخترتك يا ايمان.
ولو انت زي ما انت بتقولي ان انا سلفتك عينيا، انت سلفتيني كل حاجه حلوه عندك ما كانتش عندي. انت عارف يعني ايه جواز يا شريف؟ فاهم ان انت المفروض اهلك يجوا يطلبوني من اهلي. طب بس انت قولي بس انك بتحبيني وموافقه وليك عليا اجيب لك العيله كلها. طيب هتقنعهم بظروفي ازاي؟ اقنع مين؟ دي حياتي وانا حر فيها. ولو هقول لهم ان انا مش قادر اعيش من غيرك. كلامك حلو قوي. انت اللي علمتيني اقوله. اديني فرصة وانا اثبت لك انه مش مجرد كلام. طيب ممكن انت تديني فرصة لحد ما يظهر امل جديد واعمل العملية واقدر اشوف تاني. سكت ليه؟ ابدا، بس يعني مش عارف ده ممكن يحصل امتى. انا عارفة انه امل ضعيف، بس هو ده اللي أنا عايش عليه. وصدقني أنا مش طالبة منك إنك تفضل تستنى معي. أنا بحبك يا مان وانت عارفة ده كويس. وأنا كمان بحبك، بس أنا مش عايزة أتجوز كده. نفسي أنا وانت نمشي في الزفة ماسكين في إيدين بعض، مش انت صاحبني قدام الناس وخايف لحظة أخبط في حد. مش عايزة أفضل أشوف الدنيا بعينيك طول العمر. نفسي نشوف الدنيا بعينينا احنا الاتنين. بلا! هي يا مدحت، مالك في ايه؟ أدم فين؟ معرفش. عطيه قال لي انه جالك النهارده. ايوه جه يطمن عليا، بس ريح نفسك، ما قاليش هو فين بالظبط. هو مع جميله وهي اللي وزته انه يسيب البيت. جميله مش ممكن تعمل حاجه زي كده. بتدافع عنها بعد كل اللي حصل؟ انا مش فاهمه انت ظالم البنت دي معاك ليه يا مدحت؟ جميله مالهاش دعوه باللي حصل. يكونش عايز يطلق مراته ويتجوزها؟ والله ما جابليش سيره بحاجه زي كده. وما جابلكيش سيره كمان ان هو ونهى استعجلوا وعملوا دخلتهم من ورانا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده، ادم ادم ابني مش ممكن يعمل اللي انت بتقوله. لا عمل، ولما واجهته ما انكرش. نوها هي اللي قالت لي. طب ازاي يعمل كده؟ عايزه تفهميني انك مش عارفه ولا حاجه عن الموضوع. والله يا مدحت صدقني انا ما اعرفش. يبقى لازم تساعديني نرجع له مراته. بابا ام الفهم الحسن ماله؟ استني تحت. وده ايه اللي جابه السعادي من غير ميعاد؟ نوها قالت لي على كل حاجة. ايه؟ ما كنتش عارف ولا كنت عارف مخبي عني؟ معلش يا فهمي، اعتبرهم ما غلطوش. الولاد مكتوب كتابهم كده ولا كده. يعني لو دي كانت بنتك كنت تفضلها بكده؟ ان شاء الله هيتجوزوا في الميعاد ومحدش هيحس بحاجة. هيتجوزوا في الميعاد ازاي والعريس طفشان من البيت وهربان مع واحدة تانية؟ ولا طفشان ولا حاجة يا أخي، لطيف شباب، ياما عملنا كده وإحنا في سنه، بكرة يعقل. أنت قلت لي كده كتير، وأنا صدقتك لما قلت لي إنه هيشيل نوها في عينيه. معلش يا فهمي، اعتبره ابنك، اصبر عليه شوية. ده لو كان ابني كنت عرفت إنه لازم يتربى من جديد. كنت مش هسيبه لما ربيه ويعرف غلطته ويجري يصلحها. والله يا فهمي أنا مش عارف أعتذر لك إزاي، بس عشان خاطري اصبر عليه شوية. وأوعدك إن كل شيء هيتصلح في أقرب وقت. وأنا كمان مش هستنى كتير، وهعرف إزاي آخد حق بنتي. أوكي يا مدحت؟ هو ده العنوان اللي انت اديتيهولي. شريف احنا اتفقنا مش هتقول لأي حد انك وصلتني هنا لأحمد. حاضر، ولو اني مش عارف انت جايله ليه دلوقتي؟ هو مش خلاص طلع عزة؟ مش مهم، ولو سمحت عود نفسك بعد كده انك مش لازم تعرف كل حاجة. ماشي يا ستي. طب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ طالع معاكي؟ طالع معايا فين؟ لا ما ينفعش،
أنا هو لازم نتكلم لوحدنا. أنا مش هسيبك تطلعي لوحدك. خلاص يا شريف، يبقى تطلع توصلني لحد فوق وبعدين تنزل تستناني في العربية. يا إيمان. يا شريف بقى لو سمحت اسمع الكلام. حاضر. مش ناوي برضو تنزل معايا النهاردة؟ مش قادر يا ناني، تعبان. تعبان؟ تعبان من ايه؟ مش عارف. بس انا بقى عارفة ضميرك حاسس ان احنا ما ينفعش نفضل كده مع بعض، صح؟ جايز. خلاص نتجوز. ايه؟ حاسس ان انا يعني ما ينفعش اكون زوجة؟ ولا لسه عندك امل انكم ترجعوا لبعض؟ ناني عشان خاطري ما تجيبيش السيرة دي. خلاص يبقى تقول لي امتى يا حبيبي هتيجي تقابل ماما. حاضر، اسبوعين وهعدي عليه. هصدقك على فكرة، هصدقك وخلي الشيطان ما يضحكش عليا ويفهمني انك مش محتاج يعني تتجوزني بعد. ناني في ايه؟ احنا بنتكلم بالطريقة دي ليه؟ يلا ماشي، اشوفك بكرة في الشركة. ماشي يلا. احمد، ايمان معلش جيت لك من غير ميعاد، بس انا محتاجه اتكلم معاك. اتفضلي. ايدي اهي. اتفضلي. استني هقفل الباب بس. اتفضلي. حاسب الترابيزه بس. يعني لفي بقى. انزل. اتفضلي. تشربي حاجه؟ لا ميرسي ولا حاجه، اقعد عشان نعرف نتكلم. يظهر اني جيت لك في وقت مش مناسب. لا 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 خالص، انا يعني كنت قاعد لوحدي ما بعملش حاجه. وعزه كمان قاعده ما بتعملش حاجه في البيت. طبعا عارف ان شهور العده بتاعتكم لسه ما خلصتش. عارف. وعارف كمان انه من حقك ترجعها قبل ما الشهور ما تخلص. ايمان انت جاي عايزه تقولي لي ايه بالظبط؟ عايزه اقول لك ان عزه حامل. عزة هي اللي قالت لك انها حامل؟ لا هي كانت عايزه تفضل مخبيه، بس انا فضلت وراها لحد ما اعترفت لي. وعرفت امتى انها حامل؟ وهي في ابو ظبي. يعني صممت تتطلق وهي عارفه انها حامل مني؟ هي كانت بتحبك، ولما لقيتك نفسك تبقى أب بطلت الحبوب وقررت هي كمان تبقى أم. ولما عرفت إن هي حامل وهي مسافرة ما رضيتش تقولك في التليفون،
حبت تعملها لك مفاجأة. قدمت سفرها يوم وكانت نفسها تشوفك وانت فرحان بالخبر. لقيتك بتخونها مع أعز صاحبتك. أنا ما خنتهاش، وده برضه ما اديهاش الحق إنها تخبي عني خبر إنها حامل. ما كانتش عايزاك تفضل معايا عشان بس البيبي اللي في بطنها. كانت فاكرة إن حبكوا هو الحاجة اللي هتربطكوا طول العمر. عزة لو عرفت إني هنا دلوقتي مش بعيدة أخسرها زي ما خسرتك. بس ما أقدرش أشوفها عايزة تتخلص من البيبي وأفضل ساكتة. تتخلص منه؟ ده مش من حقها، ده ابني زي ما هو ابنها. عشان كده هي ما كانتش عايزة تقولك. أنا مش بسمح لها تعمل حاجة زي كده. يمكن تجبرها إن هي تخلي البيبي، بس ساعتها هتكون خسرت عزة، وهيطلع بيبي محروم من إنه يعيش في حضن بابا ومامته. بتفكري في إيه؟ أنا أكتر واحدة حاسة بعزة دلوقتي، مع إني مصدومة في خيانتك ليها، بس عارفة إن هي لسه بتحبك ونفسها تخلي البيبي. أنا برضو مش فاهم إيه المطلوب مني. عزة هتضطر تنزل البيبي قبل ما بطنها تبان وينكشف سرها. يبدأوا كل اللي حواليها يحاسبوها عليه. الحل الوحيد إن هي تحافظ على البيبي إنكوا ترجعوا لبعض. يعني راح أقول لها يلا نرجع عشان أنت حامل مني؟ لا طبعاً، هتطلب إنك ترجع لها وكأنك ما تعرفش موضوع الحمل ده خالص. تفتكري توافق إنها ترجع لي؟ هتوافق، هتوافق عشان هي بتحبك ومش عايزة تخسر ابنها منك. وبعد كده نرجع لبعض وكاني ما اعرفش خالص انها حامل؟ هتلاقيها هي من نفسها جايه تقول لك انها حامل، وهتعمل لك نفس المفاجاه اللي كانت محضرها لك وهي راجعه من السفر. بس المهم لما تعرف ما تقولهاش انك عرفت. فكر في كلامي كويس يا احمد، هتلاقي ما فيش غير حل واحد لكل المشاكل اللي ظهرت فجاه. المهم انك تتصرف بسرعه عشان الوقت مش في صالحنا. طبعا انت عارفه انا طلبتك ليه دلوقتي. عايزه تساليني عن مكان ادم مش كده؟ ما انت وهو صحاب، يعني اكيد قالك على مكان. يا ريت، ما كانش تعبنا معاه بالشكل ده. أنا نفسي بدور عليه وطبيت على عصام، قلت ممكن يكون عنده بس ما لقيتهوش هناك. هو ممكن يكون فين بس؟ معرفش، دينا بنسأل عليه في كل مكان. وما فكرتيش بقى تسألي عنها هي؟ مين؟ اللي خطفته مني. ما هي هربت من أهلها هي كمان، وزمانها معاه دلوقتي. إذا كان عمها معرفش عنها حاجة، أنا هعرف إزاي يعني؟ أنكل مدحت كان قال لي إنك رسمت لها بورتريه. إيه بس مش معنى كده إن هي بقت صاحبتي. طب حطي نفسك مكاني، مش معقولة أشوف جوزي بيضيع مني وهقعد أتفرج. خلاص، يبقى ندور عليه إحنا الاتنين. يعني لو أنتي وصلتي لأي حاجة قبلي هتقولي لي؟ ربنا يسهل. ثواني بس عشان عايز اعمل مكالمة. هستنى منك تليفون يا احمد. حاضر يا امين. يلا احنا يلا بينا. بعد اذنك. باي باي. مع السلامة. عايزة ايه إيمان؟ بتقول إن عزة نسيت شوية حاجات في الشقة، نسيت تاخدها. ما اديتهالهاش ليه؟ ما انت كنت في الأوضة. بتضحكي عليا.
اصلي فرحانه قوي يا حبيبي انك ما بقتش تعرف تكذب عليا. جاي تقول لك ان اختها مستعده ترجع لك، وخصوصا بقى ان عدتها لسه ما خلصتش. صح ناني، ما تفهمنيش انك كنت متصنط علينا من جوه. انا لا خالص، حتى جوه مش هعرف اسمعك، بس بحاول اشغل دماغي. ناني، انا اخر حاجه عايزه دلوقتي ان حد يحقق معايا، حتى انت. ماشي، انا هعمل نفسي ما خدتش بالي، وني ايمان جات لك بعد ما انا نزلت. بس انا بقى يا حبيبي مش هستنى كتير، هما اسبوعين بس، وهستناك تقول لي عايزه اقابل ماما. سلام يا روح قلبي. مالك في ايه؟ مفيش. لسه مش بترد عليك؟ اكيد في حاجه. هو اكيد عايزه تجنني. انا عمري ما شفتك واقع بالشكل ده يا ماجد. تفتكر انا حبيتها بسرعه كده بجد؟ انت مش زعلان عشان حبيتها بسرعه، انت زعلان عشان كنت فاكر نفسك اقوى من الحب. كنت كل ما بجيب لك سيرته بتتريق عليه. فرحانه فيا ها؟ بالعكس، انا فرحانه بيك عشان كنت عارفه ومتاكده انك عمرك ما هتتجوز غير لما تحب. جواز ايه بس وبتاع ايه؟ اذا كان ما بتردش عليا بقالها يومين وانا مسافر اخر الشهر ده. انت اللي مستعجل ومنظم كل حياتك على سفرك. وليه لا؟ انا باجي مره واحده في السنه. هي كمان من حقها تفكر وتشوف الانسان اللي هتتجوزه وتسافر معاه. تصدق ان انا عمري ما كرهت السفر قد ما انا كارهه دلوقتي؟ تفتكر يا ماجد هي البنت دي اللي هترجعك تعيش معايا على طول؟ احنا في ايه ولا في ايه بس يا ليلى؟ مش جايز هو ده الحل للمشكله؟ هي؟ الو؟ ايوه يا دينا، انت فين يا بنت؟ بكلمك بقالي يومين. طيب خلاص خلاص، بقول لك ايه؟ تعالي نتقابل بكره الساعه 11:30 في النادي. لا مش هينفع، استنى. اوكي. باي. اتفقتوا على ايه؟ هنتقابل بكره في النادي، وعايزك تيجي وتعملي نفسك انك شفتيها بالصدفه، عايز اعرفك عليها. انا كمان عاوز اتعرف عليها واشوفها من كتر ما حكيت لي عليها. يا سلام. صباح النور. قالوا لي انكم سالتوا على مدير البنك. احنا سالنا عن حضرتك شخصيا. حضرتك تعرفيني؟ نعرف الاستاذ عاصم بدوي. اه، الاستاذ عاصم كان شغال معانا هنا، كان ماسك مدير الفرع قبل ما اتحل على المعاش. على العموم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اقدر اقدم اي خدمه؟ محمود محفوظ عبد اللطيف. محمود محفوظ؟ استاذ عاصم قال لنا انه عميل قديم هنا في الفرع، وان كل تعاملاته كانت مع حضرتك شخصيا من 18 سنه لغايه من كام شهر فاتوا قبل ما يسيب اسكندريه وينقل القاهره. الاستاذ محمود اللي كان شغال في مطعم في سيدي بشر اعتقد. ايوه هو ده، كويس انك افتكرته. اه ده عميل قديم فعلا. بتسالوا عنه؟ انا جميله بنت اخوه، والدي الله يرحمه كان سايب لي ميراث وكان عمي واصي عليه،
بصراحة أنا ما شفتش أي حاجة من الميراث ده، ولسه سامع عنه لأول مرة من كام شهر. كنا عايزين نسأل إذا كان والد جميلة فتح لها حساب في البنك هنا ولا لأ، وعمها محمود بصفة الواسي عليها يعني كان بيبشر. لأ، لو كان في حساب أصلاً كان لازم يتحول باسم أنسة جميلة لما تبلغ سن الرشد. مش جايز عمي سحب الرصيد كله أو حوله باسمه قبل ما أنا أبلغ سن الرشد؟ أنا آسف، مش هقدر أفيدك كده. أستاذ سعيد، إحنا عايزينك تساعدنا. جميلة بتدور على حقها الضايع بقاله سنين، وحضرتك لو مكانها أو مكان والدها الله يرحمه كنت أكيد مش هترضى بالظلم. أيوة فندم، أنا مش عارف إيه المطلوب مني لغاية دلوقتي. ترجع للسيستم عندك وتشوف جميلة ليها حساب عندكم ولا لأ، ولو ليها عايزين الموقف المالي للحساب ده من أول ما اتفتح لغاية ما اتقفل. بتهيألي دي حاجة مش صعبة يعني، كل حاجة بتبقى متسجلة على السيستم. حاضر، بس ده هياخد وقت يعني مش هينفع النهارده. ماشي، احنا عموما هنبات هنا الليله دي. ايه ده؟ انا طيب، اديني بطاقه الرقم وقام اصورها وارجعها لك. انا كنت عارفه ان حضرتك هتطلبه. ادي صوره من البطاقه وهتلاقي حضرتك رقمي ورقم ادم. اوكي، أول ما أجهز بيانات أتصل بيكم على طول. عموما إحنا هنبات النهارده بس. وبيتهيألي حضرتك مش هتحتاج وقت أكتر من كده عشان تطلع لنا البيانات. وبيتهيألي برضه حضرتك مش هتبقى حابب إن إحنا ندور على البيانات دي عند حد تاني. حد تاني فين؟ أنا مدير البنك. لا، هو قصده الفرع الرئيسي في مصر. آه. لا، إن شاء الله مأموريتكم هتتقضي قبل ما تسافر. إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي. شكرا. السلام. السلام. أنا خايفة سفرنا ده يبقى على الفاضي. أنا ما فهمتش أي حاجة من مدير البنك ده. بس أنا فهمت. فهمت إيه؟ الراجل ده مخبي حاجة. ليه بتقول كده؟ أول ما سمع اسم عمك ارتبك كده وعمل نفسه إن هو بيفتكره، مع إني متأكد إن هو فاكره كويس، وخاف لما سمع سيرته كمان. طب وليه يعمل نفسه مش فاكره؟ ليه دي بقى أنا مش هرتاح لما أعرفها. تفتكر هيدينا كل الورقة اللي إحنا طالبينه؟ طبعًا غصب عني، لأنه عارف إن لو ما إداناش هنروح نجيبه من فرع في القاهرة. طب يا آدم، لو قادرين نجيبه من القاهرة إيه اللي جابنا لغاية هنا؟ دي فاكرة كلام عاصم قريب علي بتاع العمارة لما قال إن الراجل ده علاقته بعمك قوية وإن هم أصحاب من أيام المدرسة؟ ده بقى اللي خلاني أصمم إني أقابله شخصيا. وبعد ما قابلته؟ حاسس إنه متورط مع عمك في حاجة تخصك. هو ينفع موظف في بنك يعمل كده أصلا؟ طبعا، بنك أو في غير بنك، طالما الواحد ضميره مات ممكن يعمل أي حاجة. بس أنا مش عايزك تخافي يا جميلة، مش عايزك تخافي طول ما أنا معاكي. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ بقول اللي انت سمعته. عايز حساب جميلة يتحول لحسابي. مستحيل، انت ناسي ان في مجلس حاسبي حساب باسم البنت الصغيرة هيتحول ازاي على حساب الوصي عليها؟ سيبك من الاسماء، انا عايز الحساب هو اللي يتحول ويبقى يجي على مهله. انت عارف كويس انك مش هتقدر تصرف جنيه واحد من حساب البنت من غير ما يكون معاك جواب رسمي من المجلس الحاسبي. يا سيدي، يعني انت جيت في جمل محمود؟ انت تقصد؟ اقصد اللي انت فهمته بالظبط. لا بس ده خطر علينا احنا الاثنين. اطمن، انا محدش هيراجع ورايا غير ابويا، وانت عارف كويس ان صحته على قده ما بيقومش اصلا من السرير. طب والبنت جميله حبيبه عمها؟ ده عندها 5 سنين ومش دارينا بحاجه، ولا عايز نستنى شويه لغايه ما تكبر وتقول لي فلوسي كانت كذا وبقت كذا؟
لا يا حوده، بس الموضوع برضو موضوع يستاهل ان انت تجمد قلبك شويه، خصوصا لو عرفت ان هيطلع لك منه لقمه حلوه. ظروف ايه بقى دي اللي تخليكي ما ترديش عليا اليومين اللي فاتوا؟ ايه؟ ما بقيناش قريبين كفايه انك تحكي لي اسرارك؟ دي مش اسراري انا لوحدي. ماشي، بس المهم انها ما تشغلكيش عني تاني. مش بمزاجي يا ماجد. دينا انت عارفه ان ما فاضليش غير كام يوم وارجع امريكا صح؟ دي برضو مش مشكلتي. وكمان عارفه ان مش هينفع اجل سفرك. ما تخافش، عارفة انك ما تعملهاش. يا بعد تكوني فاكرة ان انا هرجع في النص كده مخصوص. لا، بس ممكن تبعت تاخدني هناك. ازاي؟ اذا كان احنا لا مخطوبين ولا متجوزين ولا حتى قارين فتح. الكلام ده قديم قوي. مش فاهم. بص، انت ساعدني اخد الفيزا واكمل دراستي هناك، بالمرة اشوف شغلانة اصرف فيها على نفسي. بس كده؟ لا، ما احنا هنبقى مع بعض بعدين، ادينا بنعرف بعض اكتر، ولو اتفقنا خلاص مفيش مانع نتجوز. ايه بتبصيلي كده ليه؟ متضايق من صراحتي ولا فاكرني بهزر؟ والله اتمنى ان انت تكوني بتهزري. ماجد لولا حبيبي ازيك؟ انا كنت معديه بالصدفه قلت اسلم عليك لما شفتك. صدفه حلوه. اقعدي، عايز اعرفك على دينا اللي كنت حكيت لك عنها. اهلا يا دينا. ليلى اختي. هاي، ازيك؟ ماجد دايما بيكلمني عنك. على فكره حكيت لها عنك كتير. انت فنون جميله؟ اه، طالعه سنه ثالثه. يبقى اكيد في حد فنان في العيله. لا خالص، ده حتى بابي عنده شركه مقاولات. شركه مقاولات؟ مين؟ اكيد اعرفه. مدحت منصور. ايه، تعرفيه؟ لا، بس متهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. غلبتيني وراك يا شيخة. ألو، صباح الفل يا هندسة. لقيتها وربنا لقيتها. أنا بكلمك وهي واقفة قدامي دلوقتي. أنت متأكد إن هي؟ طبعاً متأكد، أنا عيني عمرها ما تخوني. طب بقول لك إيه؟ أوعى تفلت منك المرة دي. ها؟ تفلت من مين؟ ده أنا مش هسيبها غير لما أديها نمرتك وأخليها تكلمك وهي واقفة قدامي. حلو أوي، وأنا بقى هقفل وأجي لك على طول. ها؟ ماشي. السلام عليكم. هي فين؟ السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني في ايه؟ مش قلت لك اجي لك على طول؟ اه. طب خلي بالك انا اجي لك من الناحيه الثانيه دلوقتي. ها؟ السلام عليكم. نفس المكان اللي شفتك فيه اول مره. بس ما كناش لسه نعرف بعض. أنا كنت متأكد إن شفتك قبل كده، بس أنت عارف يا أميا، أنا قمت من النوم مش عارف قاعد أقول مين دي؟ عارف أنا كمان ما نمتش ليلتها؟ والله؟ كنت متأكد إني أشوفك تاني، مش عارفة ليه. بس خلاص يا جميلة، مش هسيبك تضيعي مني تاني. تفتكر هيجي يوم هعرف آخد فلوسي من عمي؟ أنا معاكي لغاية ما تاخدي حقك من عمك. مش عشان محتاجاه ولا حاجة، لا، عشان ما ينفعش اتفرطي في حقك تاني بعد كده. حقي من عمي عرفته خلاص. بس يا ترى ليا حق فيك أنت كمان؟ إحنا الاتنين لينا حق في بعض، ما ينفعش نسيبه.
انا مش قادره اسامح نفسي عشان انت اتخانقت مع باباك بسبب مشكلتي مع بابا. انت ماكيش علاقه بيها خالص، دي نتيجه غلطه انا وقعت فيها ولازم اصلحها بنفسي. يعني خلاص اقدر اسامح نفسي؟ يا جميل انت اللي زيك ما ينفعش يضايق نفسه اصلا. سهل له يا عم.